بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد بوابة الضرائب المصرية. يمكن وصلتني رسائل بتسألني هو إزاي بيتم اعتماد الإقرار وإرساله. طبعا الموضوع ده يمكن أنا كنت عملت عليه فيديو السنة اللي فاتت، ولكن يعني حبيت أعمل فيديو المرة دي كمان بطريقة أوضح، والناس كلها يمكن ابتدت تاخد على البوابة الجديدة، وبعض الناس اللي ابتدت تقدم اقراراتها لاول مره محتاجه برضو تشوف الكلام ده. فدخلنا هنا على بوابه الضرائب المصريه. طبعا هنا انا دخلت بحساب الممول الاول. لازم الاول حضرتك كمحاسب تروح، او لو انت مش انت اللي بتدخل، الممول اللي بيدخل لازم يخش على حسابه كويس، وبعدين بيروح على حاجه اسمها حسابي، وبعدين بينزل تحت هنا وفي حاجه اسمها ارسال كود الممول. ارسال كود الممول تاني، بخش على حسابي واعمل اعادة ارسال كود الممول وهضغط عليه، فبيقول لي تم ارسال كود الممول بنجاح. طبعا هنا انا الممول بقى يا اما الايميل عنده فهيوصل له عليه كود، فهبتدي انا اخده كمحاسب منه واخش من حسابي انا زي ما هشوف حالا، او ان انا عندي الايميل بتاع الممول فهيوصلني عليه كود فهاخده واروح على حسابي زي ما هنشوف حالا. خلونا نجيب الكود ونكمل مع بعض على طول. وصل لنا الكود على الايميل، وساعتها هنبتدي نروح على حسابك كمحاسب، وحضرتك هتطلع فوق هنا كده وتخش بعد ما تعمل طبعا يعني تسجيل دخول بحسابك كمحاسب، وهتيجي لاقرارات الدخل وشوف هو الاقرار اللي انت عايز تعتمده ده 101 103 105 102 104 106 طبعا حسب نوع الاقرار. فحضرتك انا مثلا هنا بعتمد اقرار ارباح اشخاص اعتباريه 106، فهدوس هنا هيظهر لي بيقول لي اختار السنه، فبقول له ان انا بعتمد اقرار 2020 اهو. هيطلب مني رقم التسجيل وكود التاكيد اللي وصلني على الايميل. طيب تعالوا نكتب كود او رقم التسجيل، وبعدين نكتب كمان كود التأكيد اللي ايه اللي جه. وبنضغط التالي، وهنا بيظهر لي الاقرار بتاع الممول. خلي بالك انا هنا لسه ما زلت على حسابي انا كمحاسب، تمام؟ وخلي بال حضرتك حسابك كمحاسب وليس كممول، لان المحاسب هو الوحيد اللي ليه حسابين، حساب كممول اللي هو بيقدم عليه اقراراته، اقرار الدخل بتاع المكتب بتاعه واقرار القيمه المضافه كل شهر خلاص، وطبعا المرتبات لو فيه، والحساب الاخر اللي هو حسابك كمحاسب اللي بتعتمد بيه الاقرارات. فانا هنا على حسابي اللي بعتمد بيه الاقرارات. هنا انا طبعا لما حطيت رقم التسجيل والكود فتح لي هنا الإقرار الضريبي بتاع الممول. طبعا لما هدخل بقى هنا كده هلاقي عندي كل الجداول موجودة زي ما انتوا شايفين كده. هروح أنا على طول على إقرار، تمام؟ وفي عندي هنا موافقة على الإقرار. طبعا حضرتك تكون مراجع الإقرار بتاعك كويس وعارف واخد بالك واخد احتياطاتك وعملت الاجراءات بتاعتك وراجعت الميزانيه والدخل والضريبه المتاحه وكل حاجه، بحيث ان انت لو انت اعتمدت طبعا في رجعه من خلال الممول زي ما هنشوف واخد بالك، ولكن طبعا يعني مش محتاجين نتكلم في الموضوع ده كتير، لازم ناخد بالنا قبل ما نوافق على اللي بسددها ناقص 3018 جنيه، يعني معنى كده ان هو مسدد بالزياده، فروق ضريبيه ناقص 3018 جنيه، ما عليهوش توزيعات، ما فيش فروق ضريبة عائد وأرباح أذون خزانة. أقول له تمام أوكي. فبيقول لي هل أنت متأكد من موافقة على البيانات المدرجة بالإقرار؟ فقلت له تمام أوكي. فساعتها بيقول لي من فضلك انتظر قليلا، وبعدين هيبتدي إن هو ينقلني بقى واخد بال حضرتك للصفحة اللي بعد كده، ان انا خلاص وافقت على الاقرار. هيبتدي يجي بقى دور ان انا ارجع تاني. هو قال لي هنا تم الموافقة على الاقرار تمام، وطلعني بره تاني هنا واخد بال حضرتك.
يبقى كده انا هنا اعتمدت الاقرار. ارجع تاني لصفحة الممول او لحساب الممول، وهاجي هنا اخش على ضريبة الدخل اهو 106، نفس الاقرار اللي احنا كنا بنتكلم عليه، واختار 220، اقصد يعني سنة 2020. يقول لي من فضلك انتظر قليلا. يقول لي تم الموافقة على الإقرار من قبل المحاسب. طبعا رجعني تاني، أدي الإقرار أهو. أنا بقى كممول براجع لآخر مرة كويس، لأن خلاص الخطوة اللي جاية هي إن أنا أعتمد، أنا بقى كممول أقدم الإقرار بعد اعتماد المحاسب. فباجي هنا عند إقرار خلاص، وفي عندي حفظ وفي تعديل. لو أنا عملت تعديل هيرجع تاني لازم المحاسب يعتمده، لو انا عملت حفظ يبقى خلاص انا كده بالنسبه لي الوضع انتهى وما فيهوش مشاكل، وتقدم الاقرار على ما هو عليه. طيب طبعا انت بقى واخد بالك، لو انت خلاص متاكد هنعمل اقرار، بيجيب لي تاني ملخص هو بيقول لي خلي بالك ملخص بيانات الاقرار كذا 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 كذا، نفس البيانات اللي شفتها انا وانتم. هقول له اوكي. قال لي متاكد من ارسال القرار؟ قلت له ايوه. من فضلك انتظر قليلا، المفروض الاقرار بيتبعت، ما تقلقش عشان ساعات الموقع بياخد بعض الوقت. طيب كويس، ما خدش وقت كبير. هنا مفروض ان انا قدمت الاقرار. طيب عايز اتاكد ان الاقرار اتقدم، حضرتك خش على عرض الاقرارات واختار الفتره. بص لسه حصل معايا الموضوع ده النهارده الصبح مره تانية. هنرجع تاني لإقرارات الدخل ونخش على 106، هنلاقي إن الإقرار ما اتبعتش، هنضطر إن إحنا نبعته مرة تانية. زي ما انتم شايفين كده، لو هو ما اتبعتش هيبان لي هنا إن ده إقرار، قال لي برضو تمت الموافقة على الإقرار من قبل المحاسب، بيقول لي إقرار أصلي، يبقى الإقرار ما اتبعتش. هدخل تاني كويس زي ما عملنا، وهاجي عند صفحة الإقرار وهعمل حفظ مرة تانية. جالي الملخص تاني أهو، أقول أوكي. قال لي متأكد؟ قلت له متأكد. الغلطة من عندي أنا هنا كويس. ليه؟ لأن زي ما أنتوا شفتوا البوب أب بلوكر عندي مفروض إن أنا أفتحه كويس، وانا ما كنتش فاتحه. فخلوا بالكم من القصه دي. برضو هاجي ابص هنا هلاقي ان الاقرار ما زال موجود كاقرار اصلي لم يتم تقديمه. فهنبتدي ان احنا نشيل البوب اب بلوكر من عندنا. قال لي تمت الموافقه وده اقرار اصلي برضو اهو. طيب قبل ما نستكمل بقى الكلام ده لازم نخش احنا، اذا كنت بتستخدم جوجل كروم وتعمل البوب اب بلوكر تفتحه من نخش على سيتنجز، وبعدين هندور هنا كده على بوب اب بلوكر. ظهر لي على طول هنا اهو، بيقول لي سايت سيتنج كنترول وات انفورميشن كان بي كان يوز اند شو، فبوب اب اهو. وبعدين اهو فبيقول لي هنا بلوكد ذا ريكومندد البوب اب اند ري دايركتس. طبعا بيقول لي هنا البلوك ده مفروض ريكومندد، فانا هعمل هنا allow، او ان انا ممكن هنا اعمل اد للسايت اللي انا عايزه او اللي انا اسمح له انه يبقى منه بوب اب. يعني اعمل هنا allow كده واحط السايت بتاع المصلحه زي ما احنا نشوف مع بعض كده. يعني اخد ده كده اهو واعمل لي allow واقول له اد. تمام. طيب واقفل ونرجع تاني لهنا. ممكن نجرب بقى طبعا تاني نشوف، ادي الاقرار اهو، وادي نعمل حفظ للاقرار. خدت بالك هنا بقى اتفتح اهو الاقرار. ليه؟ لان انا فتحت البوب اب بلوكر زي ما انتم
شفته. تمام، براجع طبعا. هو هنا ظاهر لي، خلي بالك، اقرار معدل، ما تنزعجش. الصبح برضو حصل معايا نفس الموقف. خلاص تعالوا هنكمل. انا طبعا هنا خلاص احنا قدمنا، فبالتالي تعالوا بقى نتأكد ان احنا قدمنا فعلا المرة دي. فهعمل 106 كده، وهقول له عرض اقرار، معلش، عرض اقرارات، وهقول له السنة، شوف ظهر 2020 اهو، وقال لي ان الاقرار اتقدم اهو اقرار اصلي وليس له قيمة ضريبية. تمام، وتقدم في كذا، وعاوز تعمل معاينة هتدوس هنا هيعمل معاينة، وهنا اقرار اصلي اهو زي ما انتوا شايفين. فاللي بيظهر هنا كاقرار معدل ده، لا ده مش ما هوش، يعني دي واضح انها مشكله برضو في السيستم، كالمشكلات الكتير اللي احنا بنقابلها يعني. ولكن طبعا انا انصح بقى ان حضرتك هنا تروح منزل الاقرار وتحتفظ بيه، لان طبعا عليه السداد بتاعك، وعليه اذا كان في سداد طبعا، وعليه كمان التسليم طبعا. سداد لو احنا كنا سددنا نقدر ننزل نسخه تانيه، ومعانا طبعا الايصال بتاعها وكده. طبعا كده يبقى احنا سلمنا الاقرار وعملنا عليه اعتماد، وكمان شفنا ازاي نتغلب على المشكله بتاعت جوجل كروم، ان ساعات بتطلع لنا الجزء الخاص بالبوب اب بلوكر، واخد بالك، بتمنع بعض النوافذ انها تنبثق يعني، ولكن احنا سمحنا لها او بنقول لها لا، السايت ده بس هو اللي احنا نقدر نسمح له. اتمنى يكون الفيديو واضح. ده نفس اللي هيطبق على كل الاقرارات الاخرى بغض النظر عن نوعها، لان هي نفس العملية. متشكر لكم جدا. ما تنسوش ان انتوا تتابعونا على قناتنا هنا في اليوتيوب وعلى التليجرام عشان يوصلكم كل جديد. متشكر لكم، ونشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.